سيداتي أنساتي ساداتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية التي يحتضنها أستاد القاهرة، حيث نلتقي معا على الشاشة الصغيرة وبصحبة المخرج إبراهيم مبارك، بعيدا عن مباريات الدوري اللي ازدادت سخونة وإثارة. نلتقي مع اللقاء الذي نترقبه جميعا، لقاء السحاب الإفريقي، لقاء البحث عن كأس السوبر الإفريقي الذي يحمل الرقم 10 بين الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي حامل لقب بطل أبطال الكؤوس. أعزائي المشاهدين، التساؤلات التي تتداولها جماهير الكرة المصرية: هل يستطيع مانويل جوزيه أن يصحح أوضاع أصحاب الزي الأحمر وأن يحقق البطولة الإفريقية الغائبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي؟ ما هو ما خدش هذه البطولة أبدا في أول سنة شغل، لتعطي دفعة كبيرة مع بداية المشوار الإفريقي الجديد، ويمنح لقب صائد البطولات الإفريقية ليحقق إنجازا تاريخيا له وللأهلي، ترفع من الاسم والمكانة وتعطي المزيد من الإقناع. على العموم، نتمنى أن نرى تنافسا كرويا رفيع المستوى يظهر من خلال الوجه الجميل للكرة في القارة السمراء، ليسعد به الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وأن يكون نجوم الأهلي هم فرسان المشهد الأخير. التشكيل والأرقام: ابتدت المباراة من لحظات، الأهلي يمثله عصام الحضري لحراسة المرمى، هادي خشبة النهاردة يقود الدفاع كاليبرو صاحب القميص رقم 2، غير هادي خشبة الرقم بتاعه حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي، وقصاده اثنين مساكين: أحمد السيد 5 ووائل جمعة 3. في الجانب الأيمن نجم النادي الأهلي وأحد أماله النهاردة سيد عبد الحفيظ 6، وجنبه حسام غالي 14 وعادل مصطفى 17، وفي الجانب الأيسر أحمد أبو مسلم 15 والياور بتاعه الأنجولي جيلبرتو صاحب القميص رقم 12. أصحاب المهمات الصعبة في أصحاب الزي الأحمر النهاردة: رضا شحاتة 11 يعود بعد أن كان أسير كرسي البدلاء، مع خالد بيبو نجم نجوم الأهلي في الفترة الأخيرة وبابا نويل الكرة الأهلوية وصاحب الأمجاد والأهداف للأهلي في البطولات الأخيرة. أما فريق كايزر تشيفز، فبريان بالوي لحراس المرمى، باتريك مابيدي، دول التشكيل للشكل العام بيلعبوا 3-5-2 برضو، باتريك مابيدي 5 وقصاده إيزاك مابوتسا 6 وسيريل نزامة 4. في الجانب الأيمن آرثر زواني 18 أحد نجوم الفريق، وفريدريكس 10 ارتكاز، وجوزيه مكامو من موزمبيق برضو أحد نجوم الفريق وهنتابعه رقم 8، ماركو ميتيمبو 13، وثابو موكي 12 بيلعب تحت الاثنين رؤوس الحربة اللي هم جابو بولي 11 وشون برمال، والثلاثة دول أو الأربعة دول هم أبرز لاعبي أصحاب الزي الأصفر النهاردة. بيحكم هذا اللقاء طاقم حكام دولي من الشقيقة ليبيا، عبد الحكيم الشلماني طبعا عارفينه كلنا من نجوم التحكيم في الوطن العربي حاليا، ومعاه جمال هواري وخيري المجوري، والحكم الرابع صلاح البري حكم رابع، والمراقب من جنبي عمر صاي وفوز المحكوبي من تونس. ابتدى اللقاء من لحظات، والكرة طبعا هيبقى على شمالك اللي بالزي الاصفر فريق كايزر تشيفز، في الجانب الشمال ماركو ميتيمبو، ترجع لأحمد السيد. الفرقتين بالصدفة ما خدوش هذا اللقب أبدا، أول مرة بيبحثوا عن هذا الكأس عشان يحطوه في دولاب البطولات بتاعهم. نتمنى التوفيق لفرسان النادي الأهلي. لمسة حلوة وتمريرة من رضا شحاتة وصفارة من عبد الحكيم، هاندبول للنادي الأهلي. البطولة العاشرة، منافسة شريفة بين الناديين الكبيرين في محاولة الاستيلاء على كأس السوبر الإفريقية العاشرة ووضعها في دولاب البطولات، زي ما قلت لحضراتكم لأول مرة عبر التاريخ. هاندبول طالع أحمد سيد، بتباصة فيها فكرة لجيلبرتو، لكن بيتدخل باتريك مابيدي وركنية للأهلي. الفريق ده شفناه مع الإسماعيلي، لما تيجي فرصة هقول لكم. طبعا هم تعادلوا مع الإسماعيلي 0-0 في جنوب أفريقيا، وهنا 1-1
في دور الثمانية وأخرجوا الإسماعيلي بيلعب كرة حلوة بعيدة عن العنف الإفريقي والركنية الأولى، لكن بيوقفها الدفاع وادي جيلبرتو، وجيلبرتو خالد بيبو عاوز يركنها كده، وهو متخصص الأهداف الإفريقية، وهو كلنا طبعا نفتكر خالد بيبو وأهدافه الثلاثة مع سان داونز الشقيق لكايزر تشيفز في نهائي البطولة الإفريقية لأبطال الدوري. فيليان بالوي كابتن التيم 28 سنة حارس منتخب البافانا بافانا أو جنوب إفريقيا أو الأولاد زي ما بيسموهم، 17 مباراة دولية، لعب في بوركينا فاسو 98، كان احتياطي في مالي على فكرة في البطولة الأخيرة. إيزاك مابوتسا أهو، إيزاك مابوتسا بيلعب سنتر باك، اللي مع كرة ده إيزاك في الجانب الأيمن، كلهم أصحاب البشرة السمراء، فريدريكس 10 ما عدا في لعيب، هنشوف مين هو صاحب البشرة البيضاء، لأن جنوب أفريقيا فيها مزيج من اللونين الأسمر والأبيض، وهات وخد تمريرة حلوة قوي عريفة ولكن ركنية لكايزر تشيفز، ركنية هنا وركنية هنا، فريق مش سهل، ماتش مش سهل. 18 آرثر زواني أحد نجوم الفريق الجنوب أفريقي، والركنية في الدقيقة 5 أحبائي الكرام، والتعادل السلبي ما زال، وسيد مقب يا سلام يا عصام، عصام الحضري فتى الشاشة الأول للنادي الأهلي في هذا الموسم، وبيلعبها للسيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ وكرة حلوة قوي، سيد عبد الحفيظ عابرة للمحيطات لحسام غالي اللي النهاردة واخد حرية، يا سلام وطلع أبو مسلم وبصلك كرة عند جيلبرتو، ولكن بيتدخل باتريك مابيدي في اللحظة المناسبة وبيلعبها لإيزاك مابوتسا وبتفوت، وفي ضغط من النادي الأهلي قطعها كويس أحمد سيد لجيلبرتو وأبو مسلم، لكن التماس الشلماني مدي النادي الأهلي، الجبهة اليسرى للنادي الأهلي وحامل أختامها أحمد أبو مسلم لدرع جيلبرتو، وجيلبرتو مختلف بيه تماما مانويل جوزيه، لكن بتتقطع و بتروح لماركو ميتيمبو، ماركو ميتيمبو، ماركو ميتيمبو بيلعب الأرثر زواني في الجانب الأيمن، فيهم سرعة كويسة ومهارات كويسة، لكن أحمد السيد يتألق أحمد السيد مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وكرة طويلة لكن ماركو ميتيمبو وخالد بيبو عملها، خالد بيبو يلقي بكلمة الافتتاح خالد بيبو في الدقيقة 6، يا سلام، وادي الاعلام الحمراء تحمر مدرجات النادي الاهلي، خالد بيبو، خالد بيبو بابا نويل الكرة الاهلاوية، يعقد صفقة رابحة مع الشباك في المباريات الاخيرة خالد بيبو، يا سلام، شوف خالد، شوف خالد، واكتسب حسد يحطها من بين رجلين بريان بولي في الدقيقة 6، خالد بيبو وتحمر ويشعل كل شموع الإثارة في استاد القاهرة، خالد بيبو في الدقيقة 6 ويستخرج بطاقة عضويته في مملكة الهدافين، ما فيش شك خالد بيبو هو الورقة الرابحة للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو السهم الزئبقي في فريق وفي هجوم النادي الأهلي، يتقدم النادي الأهلي بجول جميل اكتسب، والله خالد حساسيه لما بينفرد مش اي حد ما بينفرد يقدر يحطها، صحيح هي فاتت من بين رجلين فريان بولي او فريان بالوي، ولكن هو حطتها في الجول ويتقدم النادي الأهلي، هتفتح نفسه الراجل جايب 3 جوان هاتريك مع سان داونز، وكان النادي الأهلي اتعادل 1-1 هناك بجول سيد عبد الحفيظ، يحاول ماركو ماتيمبو، وهو ماركو ماتيمبو يلعبها، لكن التماس لحسام غالي، النهارده حسام غالي بيلعب ناحيه اليمين، وارتكاز في النص عادل مصطفى، عادل مصطفى دخل فورة اهتمام مانويل جوزيه ودواء الجمعه، والجمعة لقائد الدفاع والكوماندا في الدفاع النهاردة وكابتن تيم النادي الأهلي، استعاد نضارته وحيويته في المباراة الأخيرة، هذه خشبة جيلبرت لأبو مسلم بدون لزوم، أبو مسلم فبتقطع من أبو مسلم وتروح لفيدريكس، فريدريكس 10 و10 بيلعبها ل 18 آرثر زواني، وبره
متميزين بالنواحي الهجومية، جابوا بولي 11 وجون برمال 9 وجوزيه ماكامو 8 في خط الوسط وفريدريكس 10 وآرثر زواني 18 وثابو موكي 12. هنشوف طبعا الفرقتين أصبحوا كتب مفتوحة، ومانويل جوزيه هنا شاف الشرايط وهو تابع النادي الأهلي، المدرب محسن أرتوغال التركي تابعه النادي الأهلي، وادي جيلبرتو، لكن بيقطعها باتريك مابيدي على فكرة من ملاوي، باتريك مابيدي صاحب القميص رقم 5 واحترف 87، يعني بقاله أقول 15 سنة باتريك مابيدي، عنده 28 سنة. حسام غالي وادي خالد بيبو، الزئبقي السهم الزئبقي، لكن بيتدخل ماركو ماتيمبو، وادي محسن أرتوغال المدرب تركي الجنسية عنده 52 سنة، تحول على فكرة محسن لبطل قومي بعد الفوز بكأس افريقيا لأبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه، دي ثالث سنة مع هذا التيم. المدرب محسن أرتوغال تركي الجنسية، لكن عنده برضه جنسية ألمانية وبيجيد الإنجليزية والألمانية والتركية، ما شاء الله يا مصر، عشان كده بيعرف يتفاعل معاهم، بيكلمهم انجليزي. وادي 11 جابو بولي بيلعب كرة وتماس لكايزر تشيفز من الشمال، بيلعبها شون برمال، ترجع في خط الوسط الى 10 فريدريكس لعيب كويس شايف الملعب، بيلعبها لارثر زواني، ارثر زواني صاحب القميص رقم 18 وانطلاق، لكن بيحرصها وائل وتروح لعصام الحضري، السد العالي، الامتياز، الجهاز الفني، مانويل جوزيه ومختار اسامة عرابي، حسام البدري، احمد داجي، ترقب، سعداء طبعا بالهدف الحلو اللي جابه خالد بيبو في الدقيقة 6، لكن الجول الثاني يطمن اكثر واكثر. كأس السوبر لما تيجي فرصة نقول لحضراتكم تاريخها، لان ثاني مرة يشارك النادي الاهلي فيها، 94 خسر من الزمالك في جوهانسبيرغ، لان كان اياميها محددين الدولة اللي تلعب فيها، الاتحاد الافريقي بيحدد الدولة اللي بتلعب فيها كأس السوبر، بعدين وجدوا فشل هذه الفكرة لان الاهلي والزمالك لعبوا في جوهانسبيرغ، فخدوا قرار بان بطل ابطال الدوري يتلعب الماتش في ملعبه، عشان كده النهارده النادي الاهلي بيستضيف كايزر تشيفز. ايزاك مابوتسا 22 سنة، مثل الاعلى باتريك فييرا رقم 6، ده مثل الاعلى باتريك فييرا، نجم الارسنال الانجليزي ومنتخب فرنسا، وبيقول انا معجب بيه لاني بشجع فعلا فريق الارسنال. ايزاك مابوتسا صاحب القميص رقم 6. عصام الحضري فتى الشاشة الأول للنادي الأهلي ولمنتخب مصر في الدقيقة 11 والتقدم أهلاوي، والجول مكتوب عليه صنع في الأهلي، إمضاء خالد بيبو المتألق دائما في الفترة الأخيرة، امتد إليه خالد بيبو، امتد إليه فيروس النجومية، وزي ما قلت لحضراتكم استخرج بطاقة عضويته في مملكة الهدافين، ما في شك. أحمد سيد هادي خشبة، النهارده هادي خشبة لابس 2 لأن تعليمات الاتحاد الأفريقي من 1 ل 18 وكان بيلبس 20 هادي، وادي لعيب كويس برضه شون برمال وصغير في السن 20 سنة راس الحربة، قاطع سيد عبد الحفيظ لسه ما بانش في الكادر سيد، عنده ماركو ميتيمبو 28 سنة مولود في شهر العظماء، وادي حسام غالي تمرد على عضويته الشرفية هذا الموسم وفرض نفسه بقوة كأحد الركائز الأساسية في وسط الأهلي. عاوزين نشوف حسام غالي الناشئ الواعد ماذا يفعل. وادي رضا شحاتة صاحب القميص رقم 11، حظك وحش، توازن بتاعه راح وهو بيحاول يناور مع دفاع كايزر تشيفز، والشلماني احد النجوم الصاعده في التحكيم الافريقي من ليبيا، حقيقه فرض نفسه على ساحه التحكيم في الفتره الاخيره، كان معانا في مالي، و دقيقه 13 تعلن عن ضربه حره مباشره لكايزر تشيفز، بيلعبها قائد الدفاع باتريك مابيدي من ملاوي، لو قلت لحضراتكم، والكرة الطويلة، ولكن الخطورة للنادي الأهلي، ماركو ميتيمبو
ماركو متيمبو بيلعب هات وخد، ماركو متيمبو مع تابو موتي رجع له تاني، ماركو متيمبو مميز بشعره. وفي نص الملعب لصاحب القميص 12 تابو موكي، مولود برضه في شهر العظماء واحترف 94، من ابرز اللاعبين تابو موكي صاحب القميص رقم 12. فريدريكس 10، تحس انه خطر متحرك نشيط اهو فريدريكس، وضربه حره غير مباشره مدي الشلماني للنادي الاهلي. فريدريكس متحرك مع عادل مصطفى، ارتكاز في خط الوسط عادل، دخل بؤرة اهتمام مانويل جوزيه في الفترة الأخيرة، وكل الفنيين في النادي الأهلي بيتوقعوا لمستقبل طيب عادل مصطفى. هيت اللعب الثاني واحنا داخلين على الدقيقة 15، وباتريك مابيدي قائد الدفاع بيرجعها لبريان بالوي كابتن تيم كايزر تشيفز ناحية اليمين لسيريل نزامة، 4 طلعها تماس ل 14 حسام غالي. وحسام غالي رضا شحاته المتحرك، منقول السنه دي رضا شحاته بمليون جنيه لنادي المنصوره. والمباشره الحكم الرابع خيري المجوري، او الحكم الثالث خيري المجوري اللي ماسك فراوده النادي الاهلي، هو اللي رفع الراي وليه حق في القانون الجديد عشان يدي فاول لرضا شحت. الكرات الثابته والفاولات بيبقى فيه ليها تريكس وحيل، والمدرب بيستفيد فعلا هنا، واضح انه بيستفيد بوائل جمعه، بيستفيد باحمد سيد للاطوال، وكان لما ابراهيم سعيد موجود على فكره في كرسي البدلاء النهارده، والجول قصير بيريان بولوي، يعني ممكن قوي الكرات العاليه لو في التحام من رضا شحاته وخالد بيبو يعملوا منها حاجه. لسه الدقيقه 15 والمقدمه اصبحت حمراء، دبل كيك فوق بالجول الجميل اللي افتتح بيه والقى بكلمه الافتتاح بيه النجم خالد بيبو. بيريان بولوي كرات مشتركة، أبو مسلم سيطر عليها، أبو مسلم صحح وضعه، وتاني جلبرتو، وجلبرتو لعادل مصطفى اتخطفت، نقلوها هات وخد حلوة تروح لفريدريكس. فريدريكس رقم 10 المتحرك، لعيب كويس والله فريدريكس، بيلعب في خط الوسط. فريدريكس 24 سنة على فكرة، احترف في جراسوبرز السويسري، وأول مباراة الموسم اللي فات مع هارتس أوف أوك لعبها وهو ضمن صفوف كايزر تشيفز. بيلعبها مع شومبرمال، هات وخد، والتماس محسن الله يكون في عون المدربين، قلق طبعا، جه في جول في اول 6 دقائق، والمباراه النهارده لا تقبل القسم على 2 ولازم يكون ليها نهايه، اذا انتهى الوقت الاصلي بالتعادل هيلعب وقت اضافي نص ساعه على شوطين ثم ضربات المعاناه التركيه. سيد عبد الحفيظ يظهر في الكادر سيد، بيلعبها لحسام غالي، النهارده بيلعب في الجانب الايمن اول مره، وبيلعب كان ارتكاز عادل مصطفى ارتكاز وحسام غالي. انا بعتقد ان عنده امكانيات ومهاريه، امكانيات مهاريه للمراوغه وكسب ارض والاختراق، وعاوز شويه سرعه والتماس لحسام غالي في مركزه الجديد صاحب القميص 14 فكرنا والله بيوهان كرويف 14، علاء ميهوب نجم النادي الاهلي 14، والنجم الكبير حسن شحاته الزمالك القميص رقم 14. احمد السيد دخل بؤره اهتمام مانويل جوزيه اخيرا، وتلميذ مجتهد في مدرسه الاراده والتحدي، يعشق التحدي ومدعم دائما بالاراده الحديديه. احمد السيد خد مكانه لما شادي اتعور، واثبت وجوده رجوله في الاداء، والفاول في الدقيقة 18 احبائي الكرام لكايزر تشيفز، اهو بره انتم شايفين البدلاء فيهم اصحاب البشرة البيضاء والسمراء، وقائد الدفاع باتريك مابيدي، والكرة الطويلة المفروض يقراها وائل، وفعلا وائل جمعة، وائل جمعة
26 سنة، لعب 8 مواسم مع المحلة واتنقل الموسم ده للنادي الأهلي، دخل منتخب مصر وأحد البراويز الجديدة في دفاع الأهلي. يا حسام يا غالي، المفروض يتصرف الكرة بسرعة أسرع من كده، والمراوغة والترقيص بيبقى ليها 30 متر الأخرانيين، لكن حاول أنه يرقص ثابو موكي، وكرة طويلة طاحة سيريل نزامة صاحب القميص 4، يلعبها لماركو ميتيمبو أشول بالقدم اليسرى، سيد عبد الحفيظ يرد. أنا برضو ما نشوف بس الكرة دي هتحصل فيها إيه، ودي هادي خشبة وفاول على هادي خشبة، ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 19. نفسي سيد عبد الحفيظ أشوفه في فعلا داخل بعنف. آرثر زواني الجانب الأيمن، و ركنية لكايزر تشيفز، طبعا بيتكلم بالانجليزي لان احنا قلنا بيعرف تركي والماني، لكن جنوب افريقيا وكايزر تشيفز اللعيبة بتكلم انجليزي. وركنية لكايزر تشيفز، جول مش ممكن، مش ممكن هذا الهدف. يعني طبعا ليك حق ترقص، ليك حق ترقص. لسه بنقول ان عصام الحضري فتى الشاشة الاول، وبنقول ان هو السد العالي والامتياز لعصام الحضري. اهي الركنية وبتترفع، وطالع عصام الحضري متردد، وجه من الخلف مين؟ صاحب القميص 4 سير النزامة علشان يحط هدف التعادل في الدقيقة 20. سيريل نزام، وادي قيمة القادمون من الخلف، بيبقى جاي مش متراقب، جاي بسرعة، فالسرعة بتدي قوة، التحم وحطها وقطع عصام الحضري في توقيت خروجه وسرعة خروجه عشان يبعد هذه الكرة، ويضع النادي الأهلي في ورطة. سيريل نزامة بعد التعادل 1-1. طبعا هيبتدي ترفع من معنويات كايزر تشيفز، جابو بولي وسيطرة في نص الملعب لثابو موكي، وثابو موكي بيغير اللعب ناحية اليمين لإيزاك مابوتسا. إيزاك مابوتسا بيلعبها للعيب الخطر الآخر أرثر زواني، أرثر زواني، والتماس لأرثر زواني، بيدرس مانو جوزيه، وطبعا دي أحمد السيد. الدقيقة 21 وتسديدة من بعيد فوق، ضربة مرمى لعصام الحضري، جول بدون مناسبة من كرة ثابتة، المفروض الكرات الثابتة ركنية، وعصام الحضري يتميز في هذه الكرات، لكن تردد واستطاع سيريل نزامة القادم من الخلف انه يحط قوته وسرعته ويحرز هدف التعادل لكايزر تشيفز. اصبح مانويل جوزيه والنادي الاهلي في ورطة مرة اخرى، وعادل مصطفى لهادي خشبة، أسرع جيلبرتو يظهر في الشاشة، ولكن جابو بولي سيطرة وكرة عالية، وفي نشاط وحيوية في خط وسط كايزر تشيفز، وشون برمال تروح لجيلبرتو، وجيلبرتو لعادل مصطفى بتتقطع، وتاني جابو بولي، وجابو بولي ل 18 لعيب كويس زي ما بقول لحضراتكم، ارثر زواني منتهى الخطوره، والتماس للنادي الاهلي. سيطره نص الملعب، كايزر تشيفز مسيطر وقايم اهو، بيقول لهم اعملوا كروس، غيروا اماكنكم مع بعض، لان بيمرروا مع الحاجات دي محسن ارتجال المدرب التركي. نشطاء صراع، وادي وائل بيقطع كرة لكن مش مظبوطة، وتروح ل 12 لعيب كويس ثابو موكي في خط الوسط 12. الاهلي النهاردة وكايزر تشيفز بيقدمان اوراق اعتمادهما لعيسى حياته في محاولة جادة للفوز بكأس السوبر العاشرة كإحدى الانجازات التاريخية للناديين الكبيرين. الاسبوع اللي فات المغارة الإفريقية فتحت بوابتها للدخول في منافسات الموسم الجديد، 4 فرق مصرية دقت طبول إفريقيا. الفاول للأهلي، شلماني مدي
لرضا شحاتة الأهلي والزمالك والمصري والمحلة بحثا عن مجد جديد. هنشوف النهاردة كاس السوبر الإفريقي وبتتلعب مش مظبوط ومش حلوة. معرفش خالد بيبو لعبها وحش. تاني حسام غالي لجناح الشمال، لكن في تفوق من خط وسط كايزر تشيفز، وادي 11 لعيب كويس، جابو بولي 20 سنه من مدرسه الكوره في هذا التيم، وتروح لجيلبرتو، وجيلبرتو الهادي، ضغط على هادي، ضغط على الخصم بيلعبوا كويس. حسام غالي كوره طويله ما مش لحد بيحرسها ماركو متيمبو يطلعها تماس للنادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم انا في رايي ان السيد عبد الحفيظ لما بيخش خط وسط بيبقى بعيد عن الخط، بيناور وبيأدي احسن بكثير من خط الظهر. لكن هو عاوز كورنر، لكن الحكم الشلماني قريب ومدي ضربه مرمى، لكن دي وجهه نظر طبعا مانويل جوزي 55 سنه. مانويل جوزي ولكن بين المؤيد والمعارض في تقييم هذا المدرب. ماتش النهارده يفرق معاه كتير قوي قوي قوي، ويفرق طبعا مع النادي الاهلي. لسه المباراه لم تدخل في جو الاجاده والفن الكروي اللي احنا منتظرينه من النادي الاهلي. الفرق بيننا وبينهم في خط الوسط، نشيطين جدا، متحركين جدا، وبيلعبوا بسرعه وبيلاقوا بعض، والقرار سليم وسريع. قطعها سيريل نزامة لماركو متيمبو، حسام، رضا بيغير اللعب، رضا شحاته لخالد بيبو، استلام ومناورة، لكن في ضغط عليه طبعا، عارفين وشافوه، عارفين ان هو اللي جاب ثلاث جوان مع صن داونز، وهجمة مرتدة وفوت من وائل جمعة، فرق كبير جدا. نمرة 11 جابو بولي في السرعة والرشاقة بيفوت وبيرجعها لثابو موكي، يعني اقول ماكينات سريعة متحركة، وبيشوط ثابو موكي وفي ايد الحضري. الدقيقة 26 احبائي الكرام، والتعادل 1-1. خالد بيبو وسيريل نزامة. تاني الهجوم اصفر، والهجوم اصفر لان التمريرات بدون عنوان للنادي الاهلي، وارثر زواني حامل اختام هجماتهم من ناحيه اليمين وبتتلعب، ولكن في صفاره وفاول صالح احمد السيد على جوزيه ماكامو من موزمبيق صاحب القميص رقم 8. زي ما قلت لحضراتكم مباراه مش سهله، مباراه صعبه، بيلعبوا كوره حلوه، بيتحركوا، بيلاقوا بعض، وبدون عنف افريقي اللي احنا تعودنا عليه. قائد الدفاع باتريك مابيدي قافلين على ابو مسلم، ودي عادل مصطفى، لكن بيقطعها ايزاك مابوتسا، وطويله هذه خشبه، هذه خشبه، لكن فريدريكس رشيق وفات، لكن وائل يغطي. حسام غالي، سيد عبد الحفيظ قافلين برضه على سيد لانه محدود بالخط، والخط يعتبر قسم ليه، فالمناوره بتاعته مش كافيه. وادي رضا، لكن في رايه من خيري المجهوري اللي ماسك في روضه النادي الاهلي، وتسلل على رضا شحاته. النادي الاهلي في بطء في الاداء، بطء في التحضير، التمريرات مش مظبوطه، عشان كده الهجمات ما بتكملش، وبتدي فرصه لتيم كايزر تشيفز انه يقطع الكوره، وهم اسرع بكتير من لعيبه النادي الاهلي في ال 27 دقيقه اللي فاتت، وعندهم كوره حلوه، لعيبه خط الوسط مميزين بيناوروا كويس، والمهاجمين جابوا بولي وشومبرمان، معاهم ثابو ميكي وجوزيه ماماكو وفريدريكس والفر زواني، الخمسه دول على بعض عاملين شغل حلو قوي في خط وسط وهجوم. عادي 12 ثابو ميكي، كرات مشتركه ترجع لفريدريكس النشيط، ثابو ميكي تاني يرجعها لباتريك مابيدي،
وهشوف 2000 حضراتكم يعني من الشمال لليمين، وجابو بولي بيلعبها لستة إيزاك مابوتسا المدافع. في ثقة عندهم وفي تحركات سليمة وفي رغبة في المكسب. حق يقال إنهم تيم من الفرق الإفريقية المميزة في كرة القدم. أرثر زواني 1-1 عاوز يرقص لكن بياخدها أبو مسلم، وأبو مسلم عاوز يرقص مقامه وياخد فاول أبو مسلم. قافلين على النادي الأهلي كل المحاور الجنبين على سيد عبد الحفيظ وأبو مسلم. شافوا طبعا محسن أردوغال شاف أداء النادي الأهلي بيعتمد على جنبين فمقفولة، فالوسط لازم يبقى فيه شغل ولازم يبقى فيه ربط من جيلبرتو، لكن بيقطعها باتريك مابيدي ياخدها تاني خالد بيبو. الامال الاهلاويه تتجه نحو اقدام وراس خالد بيبو، وخالد بيبو لعب حلو قوي وحساب غالي. يا سلام يا سلام يا حسام يا غالي، يا سلام على تصحيح الاوضاع، عملها نموذجيه. لكن زي ما بقول لحضراتكم الانظار تتجه الى اقدام خالد بيبو. جريلو قطع له جميل جدا جدا في المركز الجديد حسام غالي، وهو شافه باشاره لاسلكيه ودايره فكريه مغلقه. احبائي الكرام، ربطت بين خالد بيبو وبين حسام غالي في الدقيقه 30 بالهمساتي بالنظراتي بالتحركاتي والله بالاهاضي. ابعت لي يا خالد شوف شغلك يا حسام، وحسام شغله ايه. يتالق حسام غالي في هذه اللقطه احبائي الكرام، ويصحح اوضاع النادي الاهلي براس حسام غالي. يتقدم النادي الاهلي بتمريره رائعه من خالد بيبو، وهو كمان جري كويس قوي وخدها وحطها بدماغه 10/10. حسام غالي في مركز جديد. سيد عبد الحفيظ، يلا بقى يا اولاد عاوزين نشحن بطاريات التعليق وعاوزين نحافظ على الجول اللي احنا جبناه. وسيد عبد الحفيظ بياخد الشلماني، هنشوف هيدي ايه. الشلماني بيدي اول انذار في هذا اللقاء لرقم 8 جوزيه ماكامو، طويل ما شاء الله من موزمبيق، ولما كسبوا بطل مدغشقر قبل ما يجي هنا 4-0 كان جاب جول جوزيه ماكامو وخد انذار. حسام غالي يتعلق زي ما قلت لحضراتكم ان هذا الموسم فعلا تمرد على عضويته الشرفيه هذا الموسم، وفرض نفسه بقوه كاحد الركائز الاساسيه في النادي الاهلي. ارتدى ثوب جديد في ماتش النهارده لما لعبه ناحيه اليمين، وظهرت بعض امكانياته الفنيه. لكن ما زالت الخطوره او هجمات كايزر تشيفز تتسم بالخطوره. ودي خطا تاني من جيلبرتو، وادي حسام غالي صاحب هدف تصحيح الاوضاع لعادل مصطفى. وخالد بيبو معلش يا خالد ياخدها باتريك مابيدي، وباتريك مابيدي طالع والله باتريك مابيدي بعد ما لعبها لجابو بولي، والتماس لكايزر تشيفز. تاني محسن أرتجال طبعا الآن زي ما قلت لحضرتك الماتش لازم يكون ليه نهاية، مغلوب 2-1. وادي أحمد السيد في مناورة مع فريدريكس، يتفوق أحمد السيد وتمريرة لحسام غالي، وحسام غالي لعادل، وعادل بتتلعب إلى رضا شحاتة لسيد عبد الحفيظ مش مظبوطة، يقطعها ماركو متيمبو في الجانب الأيسر. ماركو متيمبو جوزيه ماكامو تاني ناحية الشمال متحرك لعيبة خط الوسط لفريدريكس. فريدريكس بيلعبها إلى ألتر زواني، توصل لسيد عبد الحفيظ، توقيفة حلوة من سيد، لكن التمريرة مش معقولة. سيد ماركو متيمبو، وماركو متيمبو لجوزيه ماكامو، وجوزيه ماكامو لسابو موكي، تتغير ناحية اليمين وادي وائل جمعة، ابو مسلم، حسام غالي، جيلبرتو يظهر في الكادر. جيلبرتو 19 سنه من بيترو اتلتيكو الانجولي، ولعبها طويله لرضا شحاته. رضا شحاته اللعيب السادس اللي
انضم للنادي الاهلي من المنصوره من 63 موسم 63 انضم اول لعيب حلمي سليمان الله يرحمه، وبعدين لامي عبد السميع، وبعدين المرحوم احمد فهمي وياسر ريان اللي ضرب الرقم القياسي واستمر مع النادي الاهلي 10 مواسم، واخيرا رضا شحات. الجول بتاع حسام غالي اعاد الحياه الى جماهير النادي الاهلي، وما زال النادي الاهلي يبحث عن هدف الاطمئنان في الدقيقه 34، وادي جلبرتو يقود احدى الهجمات لرضا شحات، لعيب كويس بس بطيء سنه، وبيرجعها لحسام غالي النشيط الحي. لما يندمج في هذا المكان ويلعب كتير اعتقد هيكون ليه شأن حسام غالي في خط وسط النادي الاهلي. بعده النهارده عن الارتكاز واداله حريه ناحيه اليمين، فبيتحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وده اللي انا بقوله بالنسبه للسيد عبد الحفيظ، اتمنى ان اشوفه في خط الوسط انتاجه هيزيد قوي، لان هيبقى فيه صعوبه في رقابته او مراقبته، لكن على الخط الخط خصم وهو بيتراقب. ماركو ماتيمو الكره الطويله تروح لسيد اللي احنا بنجيب سيرته سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ هو بيحمل كتالوج هجمات الاهلي من اليمين سيد، وبيفوت سيد، سيد عبد الحفيظ جاب جول التعادل في صن داونز هناك، او بيفوت من ماركو ماتيمبو، وتاني هجمه لاصحاب الزي الاصفر وايزاك مابوتسا رقم 6 اللي بياخد الجانب الايمن، وفاول لصالح حسام غالي، اداله عبد الحكيم الشلماني، سابوها لاحمد سيد. لكن انا رايي ان النادي الاهلي عنده اكتر من كده بكتير، لعيب الكوره جوه المستطيل الاخضر لعبه الكوره متعه، يعني هو لازم يمتع نفسه ويمتع الجماهير اللي بره، بيستمتع فعلا، مطرب بيغني، بممثل بيأدي دور، بتستمتع بالاداء من نفسك وبتمتع الجماهير بتاعتك. انا شايف ان النادي الاهلي عنده الكتير والكتير اللي لسه في الفتره الاخيره لم تظهر بعد، معرفش ليه، لكن المقدمه اصبحت حمراء بهدف او براس حسام غالي. احمد السيد الكرات الطويله لصالح باتريك مابيدي وسير المزامه وايزاك مابوتسا، يلعبوا ثلاثه في خط الظهر وخمسه في الوسط، وادي فريدريكس وبيقطع احمد سيد، والفاول لصالحه لانه زقه شون برمال 20 سنه النادي قبل ما يروح نادي كايزر تشيفز كان في ايكس كاب تاون، وجاب جولين في بطل مدغشقر لما كسبوا 4-0، شون برمال صاحب القميص رقم 9. هذه خشبه تسلل طبعا على خالد بيه. اسلوب الاهلي بتمازجه بين المدرستين الانجلو ساكسونيه واللاتينيه، هل سيكمل جوزيه المشوار؟ سيبقى هذا السؤال معلق حتى نهايه الموسم. طبعا احبائي الكرام، كل مدرب محسن ارتجال ومانو جوزيه بنى امبراطوريته وفلسفته الخاصه، شافوا بعض في اشرطه الفيديو وتابعوا بعض. وعلى العموم أنا دايما بقول إن الأهلي إمبراطورية كروية لا تغيب عنها البطولات والإنجازات. يا سلام يا سيد، اخترق سيد، لكن شوف حضراتكم المناورة كلها لازم تبقى جوه بس، لأن الخط خصم ما يقدرش يفوت غير من جوه، عشان كده في سهولة إن الكرات منه تقطع من مجهود كبير وضربة مرمى لبريان بالوي. لكن لما بيلعب في القلب بيبقى عنده اليمين وعنده الشمال. هنا اليمين الخط يبقى الكرة تطلع بره. اللعيبه اللي هي بتناور انا في وجهه نظري زي بركات وزي سيد عبد الحفيظ وزي حازم امام وزي طارق سعيد وزي ابو العلا وزي وائل رياض اللي النهارده مش موجود ضمن البدلاء لانه كان مصاب الصاعد الواعد في النادي الاهلي، اللعيبه دي كلها بتجيد الاختراق والمناوره، عاوزه مساحات عشان يهرب من الرقابه، وهنشوف الركنيه دي هتعمل ايه. وتبحث عن رأس
خالد ديبو، ولكن باتريك مابيدي طلع، وبفدائية ماركو ميتيمبو في الدقيقة 38 أحبائي الكرام. ماركو ميتيمبو بيطلعها بره، تماس للنادي الأهلي. يا ترى محفظتك فيها ايه النهارده يا مانويل جوزيه بعد ما ينتهي الشوط الاول؟ لكن على العموم نتمنى ان يصل الاهلي حسن حمدي لو حرب سياده الوزير عز الدين هلال عيسى حياته مات وينج رئيس نادي كايزر تشيفز كايزر ماوتينج. نتمنى أن يصل الأهلي لمرحلة التوهج الكروي ليحقق الآمال والأمنيات. باتريك مابيدي، إيزاك مابوتسا، حسام غالي، حسام غالي يتألق ويتجمل، ولكن التمريرة عيب أوي تضيع دي يا حسام، وبترجع تاني لجابو بولي بيمشي بكرة كويس. جابو بولي واحد خشبة وقع لكن لحقها. تابو موكي، ماركو ميتيمبو الباك الشمال بيطلع جوزيه ماكامو من موزمبيق، طويل ما شاء الله، واخد انذار صاحب القميص رقم 8. بيغيروا اللعب لجابو بولي، جابو بولي مراوغ مميز وفات بخفه ورشاقه من ابو مسلم ورجع تاني، يعني عنده الحلول. اهو شوف واحد ضد واحد، يعني اللي بيحل بعض المشاكل وبعض المواقف الصعبه بمهارته. ما زال اللاعب الحريف هو اللي بيصنع الفارق والتفوق بعيد عن التكتيكس في مواقف محتاجه المهاره من اللاعب. ماكامو تلاقي ابو مسلم، حسام غالي برضه تمريره مش مظبوطه يقطعها باتريك مابيدي، بيتواجد في المكان المناسب وبيلعبها لتابو موكي. ماركو ميتيمبو 28 سنه مولود في شهر العظماء، ماركو ميتيمبو جوزيه ماكامو مسيطرين واللعب كله في نص ملعب النادي الاهلي. جابو بولي 20 سنه مدرسه الكوره، هوبا لعيب كويس ومتحرك ورشيق جدا، ولمها لمه حلوه وحط المدافع دكتور عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب السابق، والسيد كمال الشاذلي موجود، مجموعه كبيره. عيسى حياته قالوا انه هيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الدولي مع جوزيف بلاتر. اهو فريدريكس بقول لحضراتكم نشيط ومجتهد، عنده 24 سنه وكان محترف في سويسرا نادي جراس هوبرز. لسه النادي الاهلي الكرات العاليه ما هياش لصالحه، لازم يلاقوا بعض وينقلوا على الارض. وائل جمعه وعصام الحضري الدقيقه 41 احبائي الكرام، وما زالت المقدمه حمراء. خالد بيبو ورأس حسام غالي، وكان سيريل نزامة جاب جول التعادل قبل ما حسام غالي يحط الأهلي في المقدمة. ده جاب جول بدماغه سيريل نزامة، وحسام غالي جول بدماغه، بس الجارية حلوة والتمريرة حلوة من خالد بيبو وتعامل معها بقسوة حسام غالي. فريدريكس، أبو مسلم يلحق؟ اعتقد صعب. بره ضربه مرمى لبريان بالوي. الكبار دائما احبائي الكرام يحلمون احلاما كبيره، لكن المباراه تسير تحت شعار الند للند، والفريقان يقدمان رجيما قاسيا لماتش النهارده. صحيح المقدمه اهلاويه وحمراء، لكن الفريق الاصفر يحاول وتحس بخطورته. نص الملعب فريدريكس متحركين نشطين فيهم شباب، وبيلعبها لإيزاك مابوتسا في الناحية اليمين. إيزاك مابوتسا لجابو بولي، لإيزاك مابوتسا هتاخد وتفوت لفيدريكس نشيط وعامل إزعاج لفريق النادي الأهلي. جابو بولي بروح رياضية كويسة يطلعها بره، لأن عادل مصطفى واقع. الاهلي طبعا احنا عارفين اتاسس 23 ديسمبر 1907، كايزر تشيفز اتاسس 1970، يعني بعد 63 من النادي الاهلي اللي اسسه اسمه موتاوينج تشيفز، يعني عشان كده واخد اسمه.
الاهلي طبعا تاريخه حافل بالبطولات الافريقيه، فاز ببطوله ابطال الدوري 3 مرات، ادي الفاول اهو لصالح عادل مصطفى. 82 87 والموسم اللي فات بعد 14 سنه خصام، واحرز بطوله ابطال الكؤوس 4 مرات، 84 85 86 واحتفظ بها الابد، ثم 93 شارك في كاس السوبر مره واحده قبل كده بصفه بطل الكاس الافريقي، وخسر من صديقه اللدود الزمالك 0-1 بجول هدافه ايمن منصور في 6 يناير 94 في جوهانسبرغ تحت قياده محمود الجواري. قام عادل مصطفى الحمد لله سليم. كايزر تشيفز اما نشوف هيعمل ايه في الادريكس، اول مره في تاريخه يكتشف سر البطولات الافريقيه ويفوز باول كاس افريقي الموسم اللي فات، وهجمه مرتده لخالد وخالد وبيحطها ارضيه. مين متابع؟ متاخرين سيد عبد الحفيظ، يا سلام. اه ده اللي بقول لحضراتكم، لو سيد بيلعب في خط الوسط اعتقد ما يفوتش الكره دي، لكن خالد بيبو يتالق ويتجمل في هذه اللقطه وهو امال جماهير النادي الاهلي، ويطير لمستوى منفرد متميز خالد بيبو الحقيقه. وهو هو خالد بيبو كل ماتش بيخرج من الفانوس السحري ويجيب لنا جول او يعمل جول. هو لسه خالد بيبو جاب جول النهارده وعمل جول، واعتقد انه لديه الكثير في ماتش النهارده لانه متفوق على دفاع كايزر تشيفز. ايزاك مابوت 2 دقيقة، حكمنا الرابع احمد البري، صلاح البري بيرفع 2 دقيقة، مديله الحكم على الحكيم الشلماني. هنلعب الدقيقه 47، احنا وصلنا للدقيقه 45، وباتريك مابيدي اهي كوره بيعيدها لنا المخرج ابراهيم مبارك. خالد بيبو تفوق على مابيدي والكره العرضيه، ويا سلام نموذجيه لعبها خالد بيبو، لكن اهو تاني بسرعه وخالد بيبو يتالق ويتجمل، والكره العرضيه لو اي حد متابع في الناحيه الثانيه جول 100%. المجتهد ايزاك مابوت بيقود الهجمه من ناحيه اليمين لارثر زوان الاثنين. ارثر 29 سنه، لعب لانديه كوزموس وسانتوس البرازيلي على فكره ارثر زواني، ويرجعها لثابو موكي، وثابو موكي بيطلع ماركو ميتيمبو، سيطرة برضو في نص الملعب ونشيطين جدا. ايزاك مابوتسا بيرجعها لسير النزامة صاحب الهدف الوحيد، وادي جماهير النادي الاهلي وحسام غالي. الدقيقة 46 داخلين على الامتار الاخيرة من الشوط الاول، فاضل دقيقة. وادي سيد عبد الحفيظ رضا شحاته، بيتخلص رضا شحاته، لكن زي ما بقول حكم بطيء شويه، فماركو ميتيمبو يلحقه ويطلعها ركنيه للنادي الاهلي في المنعطف الاخير للشوط الاول. ركنيه للنادي الاهلي، وكالعاده جيلبرتو بيلعبها من ناحيه اليمين برجله الشمال ووائل، ولكن بيطلعها بريان بالوي. وائل جات لك يا وائل يا جمعه، وائل جمعه احد البراويز الجديده في الدفاع الاهلي وله بريق خاص، والمدافعون دائما بيقفوا اخر طوابير الاستفتاءات واخر محطات الاعجاب. وائل جمعه سرق الكاميرا في الفتره اللي فاتت، لكن الكره اللي فاتت ضيعها، وفي هذه اللحظه احبائي الكرام بيصفر الحكم الدولي الليبي عبد الحكيم الشلماني عشان ينهي الشوط الاول اللي تقدم فيه النادي الاهلي. مره اخرى احييكم من استاد القاهره حيث نتابع معا احداث الشوط الثاني من لقاء السوبر الافريقي الذي يحمل الرقم 10 بين النادي الاهلي بطل ابطال الدوري. وكايزر تشيفز بطل ابطال الكؤوس الافريقيه. انتهى الشوط الاول لصالح اصحاب الزي الاحمر النادي الاهلي 2-1. خالد بيبو القى بكلمه الافتتاح، وراس حسام غالي تعيد المقدمه للنادي الاهلي بعد ان تعادل سيريل نزامه لكايزر تشيفز. نزل ابراهيم سعيد الفتى الذهبي، هنشوف ابراهيم سعيد
وادي السيجار ليها قصة هقول لكم عليها مع مانويل جوزيه، لأنه قال أنا بعد ما أبطل التدريب بعد 5 سنين هتفرغ لحياتي الخاصة وأستمتع بيها، من ضمنها صيد السمك والتنزه والجلوس مع الأصدقاء وتدخين السيجار، إحدى الحاجات اللي هو بيحبها. إبراهيم سعيد الفتى الذهبي في فريق النادي الأهلي نزل في الشوط تاني، كان مع كرسي البدلاء، ويتميز كرسي البدلاء النهاردة بقوته في شادي محمد، هشام حنفي، وليد صلاح من المحاربين القدماء، وأحمد بلال وإيفيلينو وأمير عبد الحميد، ونزل إبراهيم سعيد. إحنا قاعدين هنا فوق الحقيقة ما سمعتش إبراهيم سعيد لعب مكان مين، لكن هنشوف إبراهيم سعيد، لأن في خرج جيلبرتو، خرج جيلبرتو ونزل إبراهيم سعيد. لم يوفق جيلبرتو وأفيلينو مع النادي الأهلي حتى الآن، بالرغم من المبلغ الكبير اللي دفع فيهم 1,400,000 دولار وغير العقد 1,500 دولار. المدرب التركي محسن أرتجال في موقف صعب، مواليد 16/9/1952 سنة، بدايته كلاعب من 79 حتى 89، لعب لكولون ألمانيا وستاندر ليج وميشلن البلجيكي وألتاي وأنقرة التركي، وبعدين ابتدى رحلة التدريب من 90 وتولى تدريب منتخب زئير 95، والثالث موسم لي مع كايزر تشيفز. المجتهد ماركو ماتيمبو حفظته انتو بشعره، وبتتلعب لجوزيه ماكامو ناحية الشمال، لمجتهد جابو بولي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، والفاول لصالح النادي الأهلي عصام الحضري. كان مميز قبل بطولة الأمم الأفريقية بالكرات العرضية، كنا بنسعد لما نشوف عصام بيطلع. الجول الأولاني تردد فيه، نتمنى طبعا لعصام الحضري ان الجول زي ما احنا بنقول نص الفريق، عصام الحضري ما يخشش فيه جوال يبقى الاهلي يكسب ماتش النهارده. حسام غالي، لكن فريدريكس يتفوق، فريدريكس وجوزيه ماكامو، وترجع لقائد الدفاع باتريك مابيدي. ناحيه اليمين ايزاك مابوتسا، والتماس للنادي الاهلي الشلماني في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني. أبو مسلم الدفاع زي ما هو، وإبراهيم سعيد لعب مكان جيلبرتو، وطويلة لخالد بيبو. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، لعبت حلوة قوي قوي من خالد بيبو لسيد عبد الحفيظ، لحقها بمشوار 30 متر أقصى سرعة، ولا بطل 100 متر، هنقول بطل 30 متر وياخد ركنية النادي الأهلي. خالد بيبو المتخصص في الضربات الركنية، وبيطلع وائل رياض واحمد السيد حارس المرمى. بريان بالوي مش طويل، وادي وائل جمعة، لكن يطلع باتريك مابيدي لايزاك مابوتسا. ابو مسلم مش موفق النهارده، ابو مسلم هو احسن من كده كتير، لكن جابو بولي وتماس للنادي الاهلي، بيلعبها لفريدريكس رقم 10 احمد السيد. حسام غالي، وائل جمعة، وائل جمعة بيقول لك أنا أؤمن بنظرية أو بالمثل اللي بيقول لكل مجتهد نصيب، والحلاقة بتاعته دي لما حلقها ونجح بيها، وكابتن فاروق جعفر ما كان في المحلة قال له بعد ما شاف أداؤه كويس يا هتروح أهلي وزمالك أو نادي كبير، وقال لك ومن يومها وأنا ما استمريت على هذه الحلاقة لأنها وش السعادة عليا. مناورة من جوزيه ماكامو، والتماس لتابو موكي، اخوته الثاني تابو موكي رقم 12، في ضغط عليه من وائل جمعه، وتروح لخالد. يا سلام على الرشاقه، خد ولف، وهذه خشبه لسه. ابراهيم سعيد
والتماس، وأول تغيير هيخرج رقم 8 ريتشاردز 17 مكان جوزيه ماكامو من موزمبيق. جوزيه ماكامو رقم 8 نزل مكانه ريتشاردز، واسو ماكامو ده نزل مكانه، والتماس لوائل جمعة. بنشوف احنا رونالدو اول من ادخل هذه التقليعة، النجم الكبير بتاع البرازيل روبرتو كارلوس اللي هي الحلاقة على الزيرو دي. سيريل نزامة شوط تاني بادي هادي. بريام بالوي الاهلي طبعا يهمه انه يحافظ على المكسب، واذا جاب جول خير وبركة، لكن إيزاك مابوتسا مجتهد ويقود احد الهجمات. وترجع تاني لباتريك مابيدي، لارثر زوان، لماركو ميتيمبو، وماركو ميتيمبو ال 17 اول لمسه ليه ريتشاردز، لشون برمال لمسه من رضا شحاته. ماركو ميتيمبو نشيط وحي، والتماس للنادي الاهلي. ميدي شرمان، سيد عبد الحفيظ، عادل مصطفى، حسام غالي، احمد السيد، حسام غالي. تمرير لما بيبقى مظبوط اساس كره القدم في المنطقه دي، التحركات المباشره وغير مباشره والتمرير والاستلام تبني الهجمه. رضا شحاته، وفاول لرضا شحاته اهو فات، لكن مع ايزاك مابوتسا مش قصد طبعا، ما يقصدش، لكن فاول لصالح رضا شحاته والمتخصص اعتقد خالد بيبو. مشوار كايزر تشيفز في ابطال الكؤوس، ما خسرش ولا ماتش في مشواره في ابطال الكؤوس، تخلص من الاسماعيلي في دور الثمانيه في اصعب اللقاءات لما تعادل 0-0 في جوهانسبيرج، وتعادل هنا 1-1 بالاسماعيليه، عبد الحميد بسيوني جاب جول الاسماعيلي من بينالتي، وتعادل ارثر زوان رقم 18 اللي بيلعب النهارده، وانحازت لائحه الهدف خارج الملعب ب2 لكايزر تشيفز. فعلا خالد بيبو في الدور قبل النهائي تخطى احد السدود الصعبه واطاح بالافريق التونسي احد اقطاب الكره التونسيه، فاز 1-0 و2-0 في النهائي. طبعا حقق الانجاز التاريخي لما كسب انتر كلوب بطل انغولا، تعادل مع 1-1 في رواندا، وكسب 1-0 في قائد البطوله من ضرب الجزاء باتريك مابيدي صاحب خمسه، صاحب القميص رقم خمسه هو اللي جاب البيل. خلبي بيظبط الناشنكاه، جاب فاول قبل كده جميل جدا من المنطقه دي وبيحطها حلوه عرضيه، ولكن بيريان بالوي يحط ايده وينقذ هدف اكيد من اللعبه الماكره لخالد بيبو. اصبح متخصص في الدقيقه 9 وخالد بيبو حطها حلوه قوي على يمين بيريان بالوي، وركنيه للنادي الاهلي. تبحث عن راس ابراهيم سعيد واحمد سيد، والقايم الشمال يتعاطف مع بريان بالوي، كنت هتخش التاريخ يا احمد يا سيد، ولكن في تسلل رفع الراية جمال الهواري على وائل جمعه اللي بقول لحضراتكم عليه. لكل مجتهد نصيب، يا سلام يا احمد يا سيد، طالع وحطها، لكن القايم الشمال يتعاطف مع بريان بالوي كابتن تيم كايزر تشيفز، ويصد كورة أحمد السيد. هجمة أهلاوية، سير النزامة برجعها لبريان بالوي، وهجمة صفراء أخرى، لكن وائل جمعة في الدقيقة 10، وائل جمعة لسيد. متكتف سيد، تحس كلمة احنا بنقولها باللغة الدارجة، متكتف، يعني حريته في الانطلاق واللعب، ومش زي ما في خط الوسط ابدا ابدا، هو فت جدا، يعني باين سرعاته وحركاته، وهو احد الاوراق الرابحة في فريق النادي الاهلي مفيش كلام، لكن في هذا المكان زي ما بيقول متكتف. حسام غالي يا سلام، ترقيصة حلوة، والعادل مصطفى
الكرة الطويلة، خالد ديبو بسرعته ورجعته وداخل هو ومبيدي، والحكم بيقول ما فيهاش حاجة. باتريك مبيدي وبريان بلوي اهو فات، لكن هو فعلا على الكورة، فعلا على الكورة، سواء كانت على الكورة أو على رجله، في كلا الحالتين هيقع المهاجم لأن فيها سرعة، ولكن الحكم فعلا الشلماني صح 100% هي على الكورة. شكله تركي فعلا، محسن برتغال، جسمه قليل. سافو موكي من ابرز اللاعبين في تيم كايزر تشيفز، هو في البريكس رقم 10، مع الكره ده فات فات، ومعاه ابو مسلم، خدها ابو مسلم والقدم اليسرى، سلمها حلو الى ابراهيم سعيد. عاوز ابراهيم سعيد، طبعا الجمهور نجم كبير وليه شعبيه، والجمهور مع ابراهيم سعيد، وتتخطف بيعتمد على فرديته، عاوز يثبت ذاته وعاوز يعوض عدم لعبه في الشوط الاول، فبيلجا الى الفرديه. المفروض هنا يبقى فيه تركيز، واللعيب يعني يسخر طاقته، ما يقدرش يعمل كل حاجه في كل جزء من الملعب، كل جزء له اصول في اللعب. ادي ابراهيم، ابراهيم سعيد زول الشعر الاسود النهارده، الجهاز المساعد للمدرب، خسرانين فرق كبير جدا بين المكسب والخساره، هنا في ضحكه هنا في تكشيره مفيش كلام. الله يكون في عون المدربين، مهنه البحث عن الاحتراق فعلا. 17 البديل ريتشاردز، كوره وائل جمعه، تمريره مشتركه حسام غالي، عادل، ابو مسلم بيفوت، ابو مسلم لكن معاه مش سايبه، دي تعليمات ارثر رضواني، تعليمات المدرب محسن ارتوغال. يتدخل باتريك مابيدي قائد الدفاع، فعلا ده تعليمات هذا الرجل التركي. تغيير ثاني، هيخرج شون فيرمان وهينزل سيفون رقم 7. شون فيرمان عنده 20 سنة اللي خرج ونزل في سولي 7، ده ثاني تغيير بيعمله محسن أورتيجان. ليه؟ لأن خد 13 دقيقة ومغلوب 2-1، والفاول على حسام غالي وانذار لحسام غالي. جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه، لان الانديه في بطولات افريقيا بتمثل مصر، المحله والمصري والزمالك والاهلي، مشوار طويل للانديه الاربعه. ابراهيم سعيد كره طويله لرضا شحاته، مش كره او مش مشاوير رضا شحاته دي، بريان بلوي يقوم ويعطي درسا عمليا لدور الليترو ويطلعها تمس. وماتيمبو والفاول للاهلي. مانويل جوزيه بعد ما كسب كاس افريقيا قال انا سعيد لاني استطعت رسم الابتسامه العريضه على وجوه جماهير الاهلي اللي تستحق منك كتير باخلاصها وحبها الشديد لفريقك. وتدريب النادي الاهلي لا يقل باي حال من الاحوال. لما تشوف الكره دي هتعمل ايه؟ وطلع في توقيت كويس باتريك بريان بلوي، لكن قصير طبعا بتقع منه. والسبعه سي فولي اللي نزل، ويتدخل احمد سيد وتروح لابو مسلم، واحد ضد ثلاثه مفيش حد قرب له، اتخطف منه. ايزاك بابوتسا وجابو بولي او جابو بولي، تماس لألفين ثلاثة، فريدريكس ياخدها، فريدريكس ياخدها، ابراهيم سعيد
لحسام غالي لسه واخد إصدار، وقال إن تدريب الأهلي لا يقل بحال من الأحوال عن تدريب برشلونة الأسباني أو بنفيكا أو سبورتنج لشبونة البرتغالي، وقال يكفي إن جماهير النادي الأهلي لا تقل عن 40 مليون غير طبعا مشجعين من الدول العربية. خالد بيبو وتمريرة سيد عبد العظيم وشوطة سيد عبد العظيم بره، زعلان زعلان سيد طبعا، سيد بيحمل كتالوج هجمات الاهلي من اليمين وهو اشبه بكبار مصممي الازياء، لما بيلعب جوه في كل مره كده بتلاقيه بيقدم لنا الجديد من مستودع موهبه. هو زعلان ان الكره دي ما تضيعش من سيد عبد الحفيظ ابدا، لكن تمريره رائعه، تمريره سحريه وتمريره حريريه من خالد بيبو. ركنيه للنادي الاهلي، هجوم احمر في الدقيقه 16 اهي، رضا شحاته بيفوت وبيشوط، ولكن شوطه حلوه قوي، ولكن بيطلعها بريان بالوي اللي قافل الزاويه، زاويه صعبه مخطوبه بالشمال الاحمر، وبريان بالوي ضد كل مواصفات حارس المرمى، قصير لا يزيد طوله عن 170 سنتي، وعشان كده الكرات العاليه في منتهى الخطوره، وما فيش الرشاقة العالية يعني اللي تعوضه هذا الطول، وبيلعبها ل 17 ريتشاردز وعصام الحق، وهو بيقول مانو جوزيه أأمل إن أنا أعمل فريق جديد للنادي الأهلي يحقق البطولات طوال 10 سنوات، مستوى الأعمار فعلا قليل. وادي إبراهيم سعيد عاوز يشوط، روح لباتريك مابيدي، باتريك مابيدي لارثر زواني، لايزاك مابوتسا، لفيتولي البديل رقم 7، والتماس لاصحاب القمصان الصوف كايزر تشيفز 18 ارثر زواني، يخش هادي خشبه في توقيت كويس، وسيلة إيضاح متحركة لوظيفة الليل، قارئ جيد للمواقف ومتعدد المواهب، ولقى نفسه فعلا في المكان ده. هذه خشبة رضا شحاتة أخو البنات، ليه 6 شقيقات، 3 أكبر منه و3 أصغر منه، تعمل من منصورة بمليون دولار زي ما قلت لحضراتكم، وكان أسير كرسي البدلاء. وهذه إبراهيم سعيد، تعليمات من محسن للعيب بتاعه بيوصف له هيعمل ايه، وادي الموقف التكتيكي، سابو موكي وعادل مصطفى والفاول لعادل، وهو رجل المواقف الصعبة عادل مصطفى، وعليه وظائف دفاعية مهمة جدا في خط الوسط. دلوقتي نزل مع ابراهيم سعيد، مختار بيدي تعليمات مانو جوزيه، جول جميل مش ممكن، عصام الحضر دخل التاريخ يا عصام يا حضر، مش ممكن، بيفكرنا بتشلافير، شاف الراجل، لسه انا بقول لحضراتكم ان بريان بالوي كابتن التيم بيخالف كل التوقعات والمواصفات لحارس المرمى، وسابوها لعصام، وعصام لعبها، لان الراجل كان متقدم، تخبط في العارضه وتخبط في جسم بريان بالوي ويدخل موسوعه جينيس عصام الحضري، وفي احدى نوادر الكره المصريه يزيد من تألق وتوهج النادي الاهلي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقه 20 عصام الحضري. بيفكرنا والله بجوزيه تشلافيرت، بيضحك مانويل جوزيه لان دي مش في حسبان طبعا ولا في تكتيك مانويل جوزيه، ده هو الراجل طلع قال لهم استنوا انتوا نوفر لعيب، عصام الحضري قال لهادي خشبه واحمد سيد نوفر لكم لعيب، لان ما بيشوط هو بيطلعهم قدام، وشاف الراجل ده بريان بالوي طالع قدام وعملها له، ومن حسن حظه وتوفيقه انها تخبط في العارضه وظهر بريان بالوي ويجيب الجول الثالث عصام الحضري في الدقيقه 20.
يا سلام، لن ينسى هذا الهدف عصام الحضري، ولن ينسى هذا الهدف جماهير الكرة المصرية ولا جنوب افريقيا ولا محسن ارتجال ولا كايزر تشيفز طبعا. وبعدين ايه ده الجول الثالث، جول اطمئنان. عاوزين بقى نتفرج على كرة حلوة، متعونا بقى يا اولاد. 3-1، وادي تابو موكي، وهنشوف التغيير الثالث، اخر تغيير هيبعد لنا الكرة ثاني عصام الحضري. هنشوف التغيير ده، هيخرج فريدريكس على ما اعتقد. ودكتور كومالو، دكتور كومالو رقم 15. ده دكتور كومالو ده حكاية طبعا، من أصحاب الحرس القديم في هذا التيم كايزر تشيفز، وأحد النجوم عنده 35 سنة، وهو مساعد المدرب ولعيب يغيروا في اللسة بتاعتهم عشان يحطوا دكتور كومالو. كان في جوهانسبرج 96 في بطولة الأمم الأفريقية اللي استضافتها جنوب أفريقيا، كان ضمن فريق الأولاد أو البافانا بافانا اللي فاز بهذه البطولة دكتور كومال. روين فرنانديز حارس المرمى الاحتياطي، جابهولنا المخرج ابراهيم مبارك، يعني بيحط ايده ازاي دي تخش في زميله مريان بولوي. لكن هو حديث الشارع الكروي النهارده، اعتقد هينحصر في الجول الثالث بتاع عصام الحضري، مفيش شك هيسرق الكاميرا من الكل عصام الحضري بالهدف اللي هو جابه. يعني بيشيله وبيجيبه والله دلوقتي عصام. بترجع الى دكتور كومالو 15، دكتور كومالو وبيلعبها ناحيه اليمين الى جابو بولي، ابو مسلم عمل الثلاث تغييرات بتوعه خلاص. محسن ارتجال مفيش غير انه يتكلم ويوجه. 3-1، لكن عاوزين نتفرج بقى على المتعة والجمال والحلاوة، ونستطيع في الفترة دي لو يلاقوا بعض لعيبة في مجموعة من لاعبين المهرة في صفوف النادي الأهلي. ادي رضا، لكن كرة طلعت بره، تماس لباتريك مابيت، سابها لزاك مابوتسا، زاك مابوتسا لجابو بولي، دكتور كومالو. طبعا باين عليه السن والحركه بطيئه جدا، لكن هو بيلعبه بقى على امل. ادي سيثولي بيرجع لزاك مابوتسا، لا هم اقل كتير من الشوط الاول. وادي حسام غالي، يعني لو اللعيبه بتاعتنا تسيطر. وادي ابراهيم سعيد بدماغه، رضا شحاته المتالق، رضا شحاته وعملها حلوه لابراهيم سعيد، والكره العرضيه بتعدي، يلا حط هوبا، سيد عبد الحفيظ يكمل الرباعيه ويكون ليه نصيب في الكعكه. لكن شفتوا حضراتكم رضا شحاته عملها كويس قوي هو وابراهيم سعيد، وفي الدقيقه 24 بيخش سيد عبد الحفيظ، وزي ما بقول لحضراتكم هو اشبه بكبار مصممين الازياء، كل مره بيقدم لنا الجديد من مستودع موهبته، وها هو يجيب الجول الرابع والرباعيه للنادي الاهلي، وهو دائما سيد يسكن تحت الاضواء. لكن شوفوا حضراتكم هو متابع كويس ودخل فين، بيلاقي نفسه في الحته دي، شوفوا هو فين، مش بعيد عن الطرف خالص، هو في القلب. لو سيد يلعب في الحته دي يا سلام يا مانويل جوزيه، هتشوف شغل حلو قوي، وتيمك هيتنقل نقله كبيره قوي لما تدي شويه حركه ومرونه في مساحه اكتر لسيد عبد الحفيظ. لكن سيد عبد الحفيظ اكسترا مهارات، اكسترا حواس، تابع كويس، حطها، وهو احد نجوم القافله الحمراء في هذا الجيل، ما فيش شك. سيد عبد الحفيظ يتالق ويتجمل في هذه اللقطه. وليه يا راجل، ليه نسيب الراجل ده، مش متراقب رقم 17 البديل لنزل ريتشاردز، مش متراقب خالص. و 4-1 الشلماني، 4-1 خالد بيبو، رأس حسام غالي، عصام الحضري، ثم سيد عبد الحفيظ. لكن رضا شحاته وابراهيم هما اللي اخرجوا هذا الهدف،
وسينتج هذا الهدف. ماركو ميتامبو، الجمهور سعيد، الجمهور الاهلاوي، واشعل سيد عبد الحفيظ اشعل حماس الملايين من الاهلاويه. تجيبها كده يا سيد، تجيبها كده، احنا عاوزينها كده جوه الشبكه، تجيبها كده، تجيبها كده، عاوزينها كده، وجات كده. ماشي يا سيد. هي لعيب موهوب، موهوب ولعيب مضمون في تمريراته، مضمون في تحركاته وكمان سلوكياته. ممكن يبقى مشروع نجم كبير قوي سيد عبد الحفيظ لمنتخب مصر. سابو موكي بيلعبها طويله لريتشاردز البديل، وفي هاند بول ولا حسبها ضربه مرمى؟ مديها هاند بول نوقفها، لا والله مديها تماس. الشماني مديها تماس، انا طلعت بره من ريتشارد. اعتقد ان المباراه يعني هو لسه قدامنا 19 دقيقه، وعودتنا الساحره المستديره ان ليها اسرارها، وادي عصام الحضري لوحده خالص. لكن من الماتش كده وانا شايف النادي الاهلي لن يفرط في كاس السوبر، ويضيف كاس جديده ان شاء الله الى دولاب بطولاته. خد ابطال الدوري وابطال الكؤوس والافرو اسيوي، وطبعا غير البطولات المحليه والبطولات العربيه كلها حصدها. كاس السوبر غابت عنه لما خسر من الزمالك، والنهارده ان شاء الله يضيف هذا الكاس الى دولاب بطولاتي. مفيش شك انجاز كبير. ثابو موكي وبيلعبها الماركو ميتامبو، وكره عرضيه للخطير جابو بولي، لكن بينقض في توقيت كويس قوي احمد سيد، وياخد فاول نديله خير المجوري مساعد الشلماني. عاوزين نشوف كره حلوه، كره مغشوشه بقى من الكره الاوروبيه، التمريرات ونلاقي بعض والمهارات الحلوه. نقدر ما اعرفش، احنا غالبين 4-1. عاوزين نلجا لاسعاد الملايين النهارده، اقدر اقول حوالي 50,000 في استاد القاهره، مش مليان كتير، وعبر شاشات التلفزيون بيتابعوا هذا اللقاء. نتمنى اسعاد هذه الجماهير بعرض طيب، وننهي اللقاء ب كره حلوه، كره فيها بهارات، كره بقى الجميله اللي الناس بتستناها. باتريك مابيدي بياخد فاول، باتريك مابيدي وبيلعبها لايزاك مابوتسا. سابو موكي 12 طويله لريتشاردز، اهم مختار عشان نوجه المدافعين، لان الجول طبعا مش عاوزين الجول تيجي فينا. ماركو ميتامبو صاحب او حامل اختامهم من ناحيه الشمال، بيلعبها لريتشاردز، ياخدها النادي الاهلي. يا سلام، خلي بيهم بس ما قراهاش ابراهيم سعيد، او كان متاخر شويه. دكتور كومالو باين تخين، دكتور كومالو فين؟ 96 للنهارده، يعني فات 6 سنين وعنده 35 سنة، وكان 29 سنة قبل كده، وتخن وخد شكل فعلا جهاز التدريب، هو مساعد المدرب دكتور كومال. هذه خشبة يستعيد نضارتي وحيويتي في المباريات الأخيرة، أهو هادي. يا سلام، 12 موسم شغل بداية 90-91، ورجل الأمان في دفاع الأهلي. جدد العقد 3 مواسم، الموسم ده ب 200,000 جنيه في السنه. لما احنا بنقول الارقام دي، تعالوا بقى ابو مسلم وياخد فاول. لما بنقول الارقام دي وانذار بيدي الشلماني، النجم الكبير بتاع ليفربول وانجلترا مايكل اوين جدد العقد بتاعه، مرتب اسبوعي 60,000 جنيه استرليني، يعني في الشهر 240,000. اضربوها انتوا بقى واحسبوها في الشهر بقد ايه. وادي مسلم وبريان بالوي، يعني ارقام السقف بتاع المرتبات وبتاع العقود في العالم كله ارتفع بشكل فظيع للعيبه اكتر من المدربين. هاتوا خد لعبه حلوه، عادل بيقوم بنزع فتيل هجماتهم قبل ما تصل لمرحله الخطوره. سيد عبد الحفيظ خلاص جاب الجول، مزاجه بقى عال سيد عبد الحفيظ.
اللي بيبو ماركو ميتيمبو، مجتهد والله شديد، 28 سنة، ماركو صاحب القدم اليسرى والجانب الأيسر في دفاع وهجوم، لأنه الحقيقة بيقوم بدوره الهجومي لكايزر تشيفز، صاحب الهدف الوحيد سر النزامة بيرجعها لبريان بالوي، وبيخش إبراهيم سعيد مع إيزاك بابوتسا وياخد أوت إيزاك، وإيزاك اللي جابه بولي، إبراهيم سعيد بيلعب في خط الوسط. طبعا أنا في رأيي إنه مكانه المفضل الليبرو، والسيد عبد الحفيظ إن كل واحد أو كل لعيب بيبقى مولود ليه مهارات وإمكانيات بتظهر في مكان ما. إبراهيم سعيد كليبرو ناضج جدا، وسرعته وقوته ومهارته في الاختراق من خلف الأمام يتميز بها في هذا المكان، ما في شك. يختلف قوي وضعه في خط الوسط، تسلل وضربة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. الدقيقة 32 أحبائي الكرام، والمقدمة تزداد إحمرارا، رافع إيده الشلماني، المفروض بقى عندنا لسه النادي الأهلي ما عملش غير تغيير واحد، إبراهيم سعيد مكان جيلبرتو. دكتور كومالو اللي بقول لحضراتكم شوفوا تخين ازاي، وتغير خالص شكل دكتور كومالو في السنين اللي فاتت، شافوا موكي، يا سلام يا هادي، اراها حلوه قوي، وسيله ايضاح متحركه لوظيفه الليبرو، هادي خشبه، يا سلام، يتالق تاني دكتور كومالو. فعلا لعب مبطلين، يعني راجل مبطل واضح قوي، وايزاك مابوتسا، لكن كان لعيب ايه دكتور كومالو ده، وكان ليه شعبيه غير عاديه، من ابرز لعيبه في تاريخ جنوب افريقيا. حسام غالي اختفى بقاله فتره، حسام وعادل مصطفى، وكرات مشتركه وغير منظمه، وفي الاخر يصطادها عصام الحضري. ما زلنا نبحث عن الابداع والمتعه في ال 12 دقيقه اللي فاضلين عشان ينهي بها نجوم الزي الاحمر وفرسان الاهلي هذا اللقاء التاريخي. دكتور كومالو بيلعبها لستة ايزاك مابوتسا، مجتهد برضو ايزاك، عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي، وقالوا ان لينارد يوهانسن هيكون موجود، انا مش شايفه الحقيقه، يمكن لو جه في المقصوره نشوف، اللي هو رئيس الاتحاد الاوروبي لينارد يوهانسن انه هيكون موجود. احمد السيد صادفه سوء حظ في الكره اللي لعبها بدماغه، والتماس للنادي الاهلي، وادي جماهير النادي الاهلي الوفيه، الكل مبسوط، الكل بيرقص، لكن لسه المتعه والحلاوه والجمال. شادي ابو مسلم هيخرج وهينزل شادي. شادي محمد كان مصاب، لعنة الإصابات أخرته، كان أساسي، هنشوف هيلعبوا إيه، هيلعبوا باك شمال والله. دقيقة 35 وهينزل شادي محمد زي ما قلت لحضرتك، وأحمد أبو مسلم النهاردة ما كانش في حالته الحقيقة، لكن ليه ماتشات كتيرة وليه ماتشات كتير كويس فيها، وهو أحد كان في دائرة الضوء في بطولة كأس العالم للشباب وفي مبارياته كلها مع النادي الأهلي. وليد صلاح الورقة الرابحة والكوماندا في تيم النادي الأهلي. طبعا مانويل جوزيه عاوز يدخل عنصر المهارة والحلاوة والمتعة اللي أنا بدور عليها. فوليد عنده كل التركيبات دي في قدميه، وليد صلاح.
التماس لوائل جمعة خالد بيبو افتتح الأهداف النهاردة وأسعد جماهير النادي الأهلي. وعلى فكرة في ماتش كينيا فاستا كيكيني في دور ال 32 لأبطال الدوري الأسبوع اللي فات هو جاب الجولين والدكتور كومالو. هتعمل إيه يا دكتور؟ هتعمل إيه؟ والله لعبة حلوة، والله لعبة حلوة. هو ملوش في المشاوير لكن المخ بيشتغل، المخ بيشتغل ولعبها لثابو موكي وركنية أهي، شوف عملها بفن وفهم لثابو موكي وياخد فيها ركنية ثابو موكي ودكتور كومالو. دقيقة 37 4-1 أهلي، اتلعبت قصيرة وثابو موكي تاني عاوز يرقص هادي وفعلا، لكن هادي يصطادها يلعبها مش مظبوطة العادل، بياخدها باتريك مابيدي السنتر هاف باك سيد عبد الحفيظ، هادي خشبة تمريرة ببطن الرجل حلوة لإبراهيم سعيد، إبراهيم يا سلام فات لكن ياخد تماس، موقف صعب 3-1 إبراهيم سعيد الفتى الذهبي في فريق النادي الأهلي لما بيلعب ورا له طراز أوروبي فعلا، وزي ما أنا بقول نص الحلو في قدمي لما بيلعب كليبرو إبراهيم سعيد. أهو إبراهيم سعيد يشق طريقه بقوة وكفاح وكاد أن يفعلها إبراهيم سعيد ويكمل الخماسية لكن في تسلل على إبراهيم سعيد في راية من جمال الهواري وادي دكتور كومالو باصي كويس مع باتريك مابيدي لدكتور كومالو تمريرة حلوة شايف الملعب لجابو بولي، جابو بولي دكتور كومالو ثابو موكي وتنتهي الخطورة بضربة مرمى لعصام الحضري صاحب الهدف الثالث، جول تاريخي ليك يا عصام وسيكون هذا الجول أو الهدف هو حديث الشارع الكروي والقهاوي كلها والأعداد كلها اللي هتتكلم بعد ماتش النهاردة والصحافة الرياضية طبعا وكل التعليق على عصام الحضري لأن يسرق الكاميرا من الكل بالجول اللي جابه ويقلد جوزيه تشلافيرت حارس العظيم لباراغواي ومن أحسن حراس المرمى في العالم دلوقتي بيجيب ضربات الجزاء وبيجيب الفاولات شلافيرت. ركنية للنادي الأهلي وبيطلع على فكرة في الضربات الركنية شلافيرت بيجيب بدماغه، يا ريت نشوف عصام الحضري بقى في كرة زي دي لأنه والله طويل عصام. وادي شادي في أول لمسة وإبراهيم سعيد رشاقة ولف وحط لكن فوق بيجيد التسديد عصام إبراهيم سعيد لا الشعر أصفر النهاردة إبراهيم، أنا كنت فاكر أسود لكن الشعر الأصفر. وماركو ميتيمبو وائل ترجع تاني لماركو ميتيمبو والفاول ل 17 ريتشاردز الحرس الخصوصي لي وائل جمعة. ماركو ميتيمبو الدقيقة 39 لسه وليد بيسخن شادي إيزاك مابوتسا، إيزاك مابوتسا آرثر زواني إيزاك ناحية اليمين الأداء قل وفيه هدوء وده عيب أحد عيوب الكرة المصرية، يعني إحنا غالبين 3-1 نقدر نسيطر نقدر ننهي الماتش كويس ونسعد الجماهير الملايين اللي موجودين في قصاد شاشات التلفزيون والألاف اللي موجودين النهاردة في استاد القاهرة بالنهاية حلوة، ولكن في تراخي بعض الشيء وخلاص. 4-1 أربعة أجوال جابهم النادي الأهلي طبعا أربعة أجوال
بيبقى في تكاسل وفي تراخي. اهو شوف حسام غالي مفيش جديه الضغط على الخصم، خلاص بقى ضامن، يقول لك اعمل مجهود ليه؟ اهو شوف واقف ازاي خالص حسام، واقف وبره اللعب ما رجعش، مش عاوز يرجع صح على وضعه، مش عاوز يهين نفسه، انتهت مأموريته. وهذا احد عيوب الكره المصريه، فبتدي هجمه لكايزر تشيفز ومنتهى الخطوره وعصام الحظ. نفسنا كده اللعيبه المصريين هتنزل وليد والمباراه تلفظ انفاسها الاخيره، وليد صلاح الدين صاحب القميص رقم 10. احنا شفنا هنا 10 وشفنا هنا فريدريكس اللي اتغير، و كرة حلوة متشطم 30 متر مفاجأة، ولكن يتعامل معها بجدية وفهم ونضج كروي عصام الحضري ويطلعها ركنية. شاطط حلو قوي ويطلعها عصام الحضري ركنية. هيخرج رضا شحاتة وينزل وليد صلاح الدين في آخر 4 دقائق من هذا اللقاء، غير وقت بدر الطايع. هنشوف الشلماني رضا شحاتة عمل مجهود كويس رضا بعد أن كان أسير كرسي البدلاء، أفرج عنه في المباريات الأخيرة مانو جوزيه وهو كان عند حسن الظن بيه. أهي الكورة اللي جابها عصام الحضري قايم والجسم والجول، طبعا فيها توفيق لكن هو لعبها في الجول، التوفيق انها تخبط في القايم وفي ظهر الجول بريان فالوي وتخش. وائل والتماس لكايزر تشيفز دقيقة 42 والمباراة تلفظ انفاسها الاخيرة احباب كرام، والنتيجة اصبحت 4-1. خالد بيبو، حسام غالي، عصام الحضري، سيد عبد الحفيظ، وكان سير النزامة جاب جول في الشوط الاول لكايزر تشيفز في بطولة كأس السوبر العاشر. حسام غالي ياخد فاول، هيشوف فعلا دكتور كومالو صاحب القميص رقم 15. قطع كويس سيزل نزامة او سيريل نزامة، وسيريل نزامة ارتابو موكي، ريتشاردز بيرجعوها تاني لتابو موكي، مش قادرين يخترقوه لآرثر زواني، والفاول لتابو موكي. بيغير اللعب بناحية اليمين إيزاك مابوتسا، تاني لآرثر زواني، وآرثر زواني لتابو موكي. 27 سنة تابو موكي، احترف سنة 94 ومن أبرز اللاعبين في الفريدة. وناحية اليمين لجابو بولي 20 سنة مدرسة الكورة، احترف 99، 5 مباريات دولية جابو بولي صاحب القميص رقم 11. إبراهيم سعيد يظهر إحدى مهاراته في هذه اللقطة أحبائي الكرام، وماشي إبراهيم بتتلعب لوليد قصيرة، عاوزين نشوف لمسة من لمسات وليد. ريتشاردز وسابها لسيتولي، وسيتولي لعبها لارثر زواني، بيشوط بعيد، لا ما يجيش في عصام الحضر. كأس السوبر من الفضة، لما ننتهي بس من هذا اللقاء وندي نبدأ عن هذه الكأس اللي النادي الأهلي بيدور عليها وهيضمها إن شاء الله إلى دولاب بطولاته، ويعلن صلاح البري حكمنا الرابع عن 3 دقائق وقت بدل ضايع، نلعب الدقيقة 48 بعد إشارة من عبد الحكيم الشلماني. وليد صلاح الكوماندا، إيزاك مابوتسا بيلعبها لجابو بولي، الجبهة اليمين، وجابو بولي لآرثر زواني، لجابو بولي 11 بياخد مكان الجناح اليمين، تاني آرثر زواني، سيد عبد الحفيظ صاحب الهدف الرابع، مجهود كبير باين فيت والله سيد، والله كان نفسي اشوفه في خط الوسط للمره المليون. انا بقولها لان هذا اللاعب له من المناوره وله من المهارات الكثير. وادي خالد بيبو ترقيصه بقى اللي بتعجب الجماهير، عاوز يرقص سير النزامه لكن ما كملش المشوار. سير النزامه
28 سنه بيقول اللون الاحمر لون المفضل. طب يا سيدي اهو الاهلي لابس احمر يا سيرل بالرغم انه جاب جول فيه، لكن يمكن ساب الاهلي يجيب اربع تجوان اللي بيحب اللون الاحمر ولا ايه؟ سيرل نزام اللون الاحمر لونه المفضل، لعب لنادي بوش بوكس على فكره الزميل عمر شاهين من الاتحاد الافريقي. ما تشوف خلي بيبو كورتك يا راجل دي ويكسر على جوه. الزميل عمر شاهين في الاتحاد الافريقي برضو مدنا بمعلومات كتير عن هذا النادي، ودائما الاتحاد الافريقي في خدمتنا كلنا. دقيقة 46 وكاد خالد بيبو لو فات بقى وحط جسمه ودخل كان ممكن خالد بيبو، لكن هو بابا نويل الكرة الأهلوية تقمص هذه الشخصية في هذا الموسم ما شاء الله سان داونز. وابتدى البطولة الأفريقية جاب لنا فاستا كيكيني جولين، والنهاردة ألقى بكلمة الافتتاح وادي وليد لكن بيقطعها باتريك بيدي للنشيط آرثر زواني أحد نجوم هذا الفريق فعلا، بيلعبها لجابو بولي نديله فاول آرثر زواني دقيقة 47 يعني فاضل دقيقة على نهاية هذا اللقاء. نقول مبروك للفرسان الحم هذا الإنجاز 100% بقى خلاص نقولها الساحرة مستديرة ليها فلسفتها الخاصة لكن في الدقيقة اللي فاضلة استحالة يجيبوا ثلاث أجوال. ماركو ماتيمبو دكتور كومالو تابو موكي ماسكين كورة كتير لكن إنتاج قليل، والنادي الأهلي طبعا بعد ما حقق الهدف الرابع والثالث فيه تراخي وطالع من ورا قدام باتريك مابيدي بيقلد إبراهيم سعيد وبيلعبها لجابو بولي رقم 11 استوطن في الجناح الأيمن جابو بولي استوطن هناك وآرثر زواني وبترجع إلى باتريك مابيدي دكتور كومالو سابو موكي عاوز يشوط مع وائل وادي سيد حسام غالي يظهر في الكادر لوليد. وفي هذه اللحظة أحبائي الكرام يعلن الحكم عبد الحكيم الشلماني من ليبيا نهاية هذا اللقاء ويفوز النادي الأهلي بأول كأس سوبر في تاريخه أو في تاريخه ويضمه إلى دولاب بطولاته بعد عرض طيب، وبكده يفوز النادي الأهلي. نقول مبروك للفرسان الحمر وهارد لك لكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا. الصواريخ تعلن فرحة 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 للنادي الأهلي.